ولما دا تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال تجهيز الطرقي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيد النائب. السيد الوزير، عن مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال التجهيز الطرقي نسائلكم. تفضلوا السيد الوزير. السيد النائب، انا بغيت نشكرك. هذا السؤال تيتعلق بسيدي إفني ياك؟ سيدي إفني، سيدي إفني ما كاينش حاجه. انا بغيت نشكرك حيت درتي على سيدي إفني. طيب، هو فيه جوج ديال الاتفاقيات. كاينه الاتفاقيه الاولى فيها 46 مليار ديال السنتيم، وهذه الاتفاقيه مزيان نقول لك عليها، كاينه مشاريع منجزه فيها 39 كيلومتر وفيها 20 جوج المليار ديال السنتيم دارت، وكاين مشاريع التي توجد في طور انجاز بالكلفه تقريبا ديال واحد 19 المليار ديال السنتيم، وفيها واحد العدد المقاطع في الطريق الوطني رقم 21، فيها الطريق ما بين سيدي إفني والخصاص، فيها بناء منشأة فنية على واد سيدي إفني بطريق الجوية رقم 104، وكاين مشاريع اللي توجد في طور الدراسة فيها منشأتين فنيتين، فيها واحد العدد ديال المقاطع، وفيها الطريق اللي شرطوا ليها في السؤال ديال 1919 الرابطة بين إيدا وكوكمار وتيمولاي، واللي هذه دارت فيها دراسات. حاجة واحدة اللي بغيت نقول لك، هو الاتفاقية في الأول كان فيها تقريبا 39 مليار سنتيم، تم تحيينها بعد الدراسات. الآن تنتكلموا على 46 مليار سنتيم، بمعنى أن الشركاء ديالنا، واخا حنا عندنا فيها 78%، لكن عندنا مجلس إقليمي وعندنا مجلس الجماعة وعندنا وزارة الداخلية، خصهم يعطيو سميتو ديالو باش نكملوا هذه المشاريع. شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب. تفضلوا السيد النائب. السيد الوزير، الإشكال الآن في ضعف مجموعة من الجماعات الترابية عن الالتزام، يعني الوفاء بالالتزامات ديالها، خاصة بعد توقيع الاتفاقيات. اليوم هل يعني نحرم المواطن بحجة يعني عدم قدرة الجماعة أو المجلس الإقليمي أو الجماعة الترابية بشكل عام؟ وفي الحقيقة هذا إشكال وطني. المطلوب اليوم من الحكومة وهي أنها تفي بالالتزامات ديالها وبالاستجابة لحاجيات المواطن بشكل عام، بغض النظر عن قدرة الجماعة الترابية عن الوفاء بالتزاماتها وبالاتفاقيات الموقعة أم لا. الواقع طبعا أن في إقليم سيدي إفني لا الجماعات الترابية ولا المجلس الإقليمي يعني ليسوا دائما عندهم هذه الإمكانيات للوفاء بالالتزامات. إذن شنو هي السياسة الحكومية؟ شنو هو العمل ديال الحكومة طبعا للاستجابة لحاجيات المواطن باش توصلوا الطريق أينما كان؟ هذا من جهة. من جهة ثانية سيد الوزير، نبغي نذكركم بواحد المسألة أساسية، وهي أن الطريق السريع من تيزنيت الداخلة هذا مشروع ملكي ويعني وطريق محوري في بلادنا. اليوم كاين تأخير في الإنجاز خاصة المحور ديال إقليمي مطنطان، وكاين أيضا ضعف ديال الجودة. أنا بغيتكم تتبعتوا لجنة لتقصي الحقائق عن مدى جودة المواد المستعملة في الطريق السريع. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي؟ لا. إذن نشكركم السيد الوزير المحترم على حسن مسام. جوج ثواني تكفيكم؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. لا لا انتهى انتهى. ما خصنيش نشوفها حيت انا تنمشي نشوفها. وهي القضيه ديال الغش والجوده، وهذا باش عاوتاني كنا غنولي مهندسين. اذا شكرا لكم السيد الوزير.